يا صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا. أما هلا رشا رح نبدأ أولى فقراتنا لنحكي فيها عن فلسطين الحبيبة اللي جرحها بيألمنا دائما، اللي هي دائما منشوف المآسي الاعتداءات اللي عم يتعرض لها الشعب الفلسطيني بكل يوم، وما زال عم يتعرض لها أشنع الاعتداءات الوحشية ضمن صمت دولي مريب. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بصرنا نرحب بضيفنا الكاتب رياض طبرة، عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العربي. يسعد صباحك واهلا وسهلا. صباح النور. يسعد صباحك استاذ رياض واهلا وسهلا بحضرتك، وشكرا لدوركم اليوم بترسيخ ذاكره فلسطين كان من العقود الماضيه لحتى اليوم. بدايه خلينا نروح لنحكي عن محاولات تدمير غزه، وشفنا نحن اليوم ممارسات وحشيه من العدو الاسرائيلي، كان في انتهاك لجميع حقوق الانسان. يعني غزة جرح مفتوح على الموت، صحيح، مفتوح على الدمار الكامل. بكل أسف يرافق هذا الجرح غياب الطبيب، غياب المحاولة لإنقاذ هذا الأمر. الأهل، نحن العرب، ولا أقصد دائما يعني بعض النظام أو معظم النظام الرسمي العربي، ولا أقصد بالعرب الشعوب اللي هي مثل كل شعوب الأرض، جرحها هذا الذي يجري في غزة. لقد افتضح أمر العدو، هاي الحرب فضحت، عرت، كشفت كل ما يتصل بمزاعم إسرائيل وممارساتها في كل الحروب. هذه الحرب لأول مرة تظهر العدو الإسرائيلي على حقيقته. كان هذا العدو حريصا على صورة ما يرسمها في أذهان العرب بأنه لا يستهدف مدنيين، لا يستهدف كنائس، لا يستهدف مشافي، لا يستهدف يعني بناء مدنية أهلية. اليوم لا، اليوم جرف، تدمير مع جرف لكل ما هو يعني مؤهل للحياة. ما يجري الآن محاولة لإنهاء الحياة في غزة تمهيدا لإبعاد غزة عن غزة، إبعاد شعب غزة عن غزة، وهذا هو يعني بيت القصيد، هذا هو الهدف. خلينا اليوم نحكي عن أهداف هذا الكيان بالاعتداءات المتكررة على غزة وصمود الشعب الفلسطيني لحد هذا اليوم ضد هاي الاعتداءات. هلا الهدف الأول واضح، وهو يعني إخلاء شمال غزة. منطقة شمال غزة هي اللي يعني أكثر تأثيراً على العدو ومستعمراته اللي المحاذية لغزة. يبدو أن هذا الشمال تم تدميره، يعني جزء من المخطط الإسرائيلي المرسوم والمحدد هذا واضح. أما استهداف القوى، قوى المقاومة، هذا لم يتحقق. المقاومة متمكنة من مواقع، بدليل أنها لا زالت قادرة على إيقاع الكثير من الإصابات في صفوف العدو. يمكن رقم بارح هيك قرأته بالصدفة، أكثر من 260 مركبة عسكرية تم اصطيادها. هذا رقم مذهل في الحرب هذه، وبيظل تفوق كبير للعدو على مقاومة تحت الأرض. الجانب الآخر والذي هو يعني الأهداف البعيدة الاستراتيجية، اللي هو هذا الكيان يريد أن يرتاح من غزة. غزة موضع قلق دائم لكل الإسرائيليين عبر كل الأجيال منذ يعني النكبة وحتى الآن، يريد أن يرتاح من خلال تهجير، ولو تمكن من انتزاع موافقة بعض الأطراف العربية لنفت يعني، لكن هذه الأطراف أعجز من أن تعطي موافقة على ترحيل غزة من غزة. صحيح، هناك يعني أطماع كبيرة لدى الأمريكان ولدى الإسرائيليين بأن في غزة غاز، وحديث عن يعني أسباب وعوامل اقتصادية. أنا أقول أن هذا العدو الذي يعني أدماه الأيام الأولى التي جرت في طوفان القدس بصحوة المقاومة وبقدرتها على إيقاع أكبر، يعني لا أعتقد أن الإسرائيليين أخذوا بكل معنى الكلمة
مثل ما أخذوا في طوفان الأقصى. قدر رباني، يعني المقاومة قد لا يكون مخططها كما هو حاصل، كانت العملية محدودة، قد يكون لا أدري، يعني هذه جزء من المعلومات المعروضة، لكن الذي حصل أنها تحولت إلى عملية نوعية كبيرة أوقعت الكثير من الخسائر والتي لم يعلن عنها أو لم تحدد حتى الآن، وما زالت هذه الحرب مفتوحة على جراح كبيرة. كثيرون من العرب تراجعوا عن مواقفهم اللي كانوا مخدوعين فيها. هذا الخداع الإسرائيلي للعرب كشعب، حتى كل الشعوب العربية خدعت أحيانا في ممارسات العدو بأنه يمكن أن يراعي حقوق الإنسان أكثر من غيره، لكن هذه الحرب كشفت الوجه الحقيقي له، وأنه مثل أي قوى مثل أي قوى تتأذى فردة فعلها تكون عادة أكبر بكثير من الفعل نفسه، مما يعني يستوجب موقف عربي شعبي مناصر للقضية، مؤيد للحق الفلسطيني، صمود أهلنا، صمود أسطوري. لا أحد يصدق بأن هذا الشعب في هذه المساحة قادر على مواجهة. الآن ثبت بأنه الإنسان مهما كان يكفي أن يمتلك الإرادة، إرادة المقاومة، حتى يستطيع أن يرد على جلاده أو على عدوه أو على قاتله أو على سفاحه. أستاذ رياض، ذكرت نقطة أنه كان في محاولات تهجير، واليوم إذا قرأنا التاريخ ورجعنا لل 48 إحنا كنا بمراحل تهجير لأهلنا بفلسطين. اليوم بطوفان الأقصى وبنظرتك الأدبية الثقافية، شو هي احتمالات اليوم تهجير سكان أهل غزة؟ هو هذا المخطط الآن ومعلن، يعني الهدف الإسرائيلي هو القضاء على أسباب الحياة، لا ماء ولا كهرباء، يعني عندما ينتزع من الإنسان الماء والكهرباء وينتزع منه البنى التحتية المشفى وغير ذلك، ما مبرر استمراره في هذه البقعة غير إيمانه يعني بأن يعني هذه الأرض أرضه، وبأن هذا الحق هو حقه، وبأن الصمود رسالة، وبأن الصمود موقف، وبأن الصمود عطاء. يعني صمود أهلنا الآن في غزة هو عطاء لفلسطيني 48، وهذه أقولها بصوت عالي، إسرائيل إن انتصرت في غزة سترحل أهل الضفة الغربية وسترحل معهم عرب 48 أو ما يدعى بعرب 48 واللي هم يعني الفلسطينيين أهلنا، يعني كانوا في الداخل الإسرائيلي أو في تحت الاحتلال، أو الوطن البديل جاهز، وهذا المشروع قديم ويتجدد في كل لحظة، يستطيع العدو أن يباشر نصرا له، ولو النصر عنده هو الدمار والخراب الآن، يفكر مليا بإفراغ فلسطيني من فلسطين من الفلسطينيين، وجعل هذه المنطقة يعني 27,000 كيلومتر مربع هي إسرائيل كما وردت في مشروعهم التوراتي، وهي دولة يهودية. هذا المسعى الأخير، هذا الهدف الاستراتيجي. الآن صمود أهلنا يعطل كل المعادلة، يخرب على العدو، يعطيه ويعطي فلسطيني الضفة والقطاع والضفة والداخل والشتات، يعطيهم القوة بأن الحق الفلسطيني سينتصر لأنه حق، ولأن وراءه مطالب، ولأنه لن يسمح باختلال المعادلة مهما امتلكتم من قوة. لدينا شعب قادر على العطاء، لدينا شعب قادر مؤمن على التضحية، لدينا أناس مؤمنون بقضيته وبعدالة هذه القضية. صحيح. يعني أستاذ، اليوم دور اتحاد كتاب العرب كان له دور كبير من بداية طوفان الأقصى لحد هاي اللحظة. خلينا نحكي عن الوقفات التضامنية اللي قمتوا فيها، عن الرسالة اللي أديتوها وما زلتوا عم توصلوا هاي الرسالة، وعلى مداها على الأثر أو عفوا على المدى البعيد. شكرا لك على هذا السؤال، ويعني نحن نعترف أولا ونقر بأننا مهما قدمنا لشعبنا لا نقف يعني إلا على بعد كبير من حجم تضحياته ومن حجم عطاؤه. سيد رئيس اتحاد دكتور محمد الحوراني شارك في مؤتمر قبل أيام بالقاهرة لتضحية
بالتضامن مع دعوة الأمانة العامة للاتحاد الدولي للعمال العرب، الاتحاد أنا بالأصل عمالي، للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وحضر وشاركت سوريا رغم صعوبة الأمر. الآن هو في نواكشوب وفي اجتماع للأمانة العامة، أيضا اجتماع تضامني، هناك رسائل أرسلت من الكتاب العرب ككل ومن اتحادنا بالذات إلى كل الاتحادات في العالم، نناشدهم بالوقوف إلى جانب شعب. على مستوى الاتحاد نفذنا أكثر من نشاط، وفي كل فرع كان هناك يعني لقاءات ووقفات تضامن مع أهل غزة، تضامن مع قضية شعبنا. أقول نحن علينا أن يعني واجب كبير، لكن إمكانياتنا ضعيفة. يعني صحيح. نحن خرجنا من حرب 10 سنوات وهي حرب ظالمة علينا، لنلقى صعوبات أكبر وأخطر. يعني هذا يقلل من إمكانياتنا من تنفيذ واجباتنا. بتعرفوا أنتم يعني زميلاتنا وعم يتابعوا أكثر منا أيضا الأخبار، ما في جهة في سوريا إلا تعمل يعني على إبراز هذا الموقف المختصر بكلمة، أن فلسطين جنوب سوريا وأن سوريا شمال فلسطين. وحدة القضية بين الشعبين السوري والفلسطيني لا غبار عليها ولا نقاش حولها أبدا. طيب استاذ رياض، مثل ما شفنا مثل ما كان في استهداف للمقاومه الفلسطينيه، استهداف للايمان بحقيه هي القضيه، ايضا كان في استهداف للفكر الثقافي والادبي الفلسطيني، للتراث الفلسطيني كان المادي او غير المادي. خلينا نحكي اليوم عن، كان في محاولات ايضا لطمس او نسب بعض التراث للاسرائيليين، خلينا نحكي عن هاي الفكره اليوم، قد ايه مهم نحن يعني كعرب والفلسطينيين ندافع عن هذا الثقافه الفلسطينيه والهويه الفلسطينية. يعني بودي أن أقف هنا حول التراث اللامادي. تفضل. واللي هو منقول. يعني الفلسطينيين الفلسطينيون تمكنوا عبر هذه العقود الطويلة ولا سيما بعد حرب حزيران تمكنوا من إيصال صوتهم إلى كل العالم. في كوفية فلسطينية، يعني مجرد أنت ما تشوف الكوفية بتعرف انه هي كوفية فلسطينية. صحيح. في دبكة اسمها الدبكة الفلسطينية، في أكلة هاي أكلة فلسطينية. نعم. في النغم هذا آلات الأرجول يمكن اسمه، هذا فلسطيني. هذا العدو بعدما انتقل بسبب هذا التخاذل الرسمي العربي وعجزه عن الاستمرار في أن تكون الصهيونية كما وصفتها الأمم المتحدة، يعني الأمم المتحدة وصفت الصهيونية بأنها حركة عنصرية. عندما قوي الموقف الإسرائيلي سحبوا الرأي، انتقل إلى موقع هجومي خطير جدا، نسب كل شيء حتى الفستان الفلسطيني المعروف واللي عليه يعني صورة مسجد الصخرة أو كذا، نسبوا إلى كيان. صحيح. طبعا هو من حيث الشكل قد يحتال على الرأي العام العالمي، ولكن هل يقنع أحدا في العالم بأنه ليس محتلا؟ نعم. بكل تأكيد قرارات الأمم المتحدة بالأمس القريب، الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرار بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري. الجولان لازلنا نحن، أنا عايش في الجولان، أنا سنتين وأنا طالب في مدارس القنيطرة. كيف يقتنع ابني أنني لست من الجولان وأن الجولان إسرائيلي، وكذلك حفيدي وإلى آخر السلسلة؟ هذا الحفاظ على التراث اللامادي لشعبنا جزء من مهامنا وجزء من مهام اتحاد الكتاب العرب ومن الإعلام العربي ومن الإعلام السوري بالذات، لأن الكثيرين من يعني إخوتنا العرب باعوا هذا الصوت وصاروا يتهمونا بأنه أصحاب خطاب خشبي. الخطاب الخشبي أن تدافع عن قضيتك، الخطاب الخشبي أن لا تفضح هذا المجرم السفاح الذي لم يتورع عن ضرب كنيسة ومستشفى وجامع وأطفال ونساء وشيوخ أكثر، ما أصاب شيء من المقاتلين
هو لم يصب احدا لان المقاتل تحت الارض وبخناته، هو اصاب الحجر الفلسطيني الذي يقي الاطفال والشيوخ والنساء، واصاب هؤلاء الناس الذين لم يعاني شعب مثل ما عانت غزة في كل الأرض. صحيح. لم يعاني شعب مثل هذه المعاناة. هذا دورنا الآن أن ندافع عن هؤلاء، إن كنا مسيحيين أو مسلمين أو حتى يهود، وأنا سمعت أصوات يهودية تندد بممارسات لأنه بيخجلوا من أن يظلوا على هذه السوية من الإجرام. الآن يتكشف هذا العدو عن أنه مجرم حقيقي لا يتورع عن أي فعل انتقام. تمام، يعني الشباب أكيد لهم دور كبير، واليوم قديش مهم دورهم بالدفاع عن فلسطين، عن الهوية وعن التراث أيضا، سواء الشباب الفلسطيني أو الشباب العربي بشكل عام. الشباب العربي مطالب كله بأن يؤكد هويته، والهوية انتماء وإرادة. الهوية محاولة لاكتساب الذات، أنا هكذا أسميها. الرجل أو المرأة بلا هوية لا يساوي شيء، هو ورقة فارغة، ورقة فاضية. أما عندما تمتلك هوية، يعني لما بشوف أنا زميلة من الزميلات إلها رأيها، إلها موقفها، أقول والله صاحبة موقف، صاحبة رأي، هذا يعني موضع إشادة وليس يعني تهمة. فكيف بإنسان يفاخر ويكافح ويناضل من أجل إثبات هذه الهوية واستمرارها؟ الهوية العربية مدعاة فخر لنا، ويجب أن لا نشكك مهما قست علينا الظروف. ولو لم نكن رقما صعبا في هذا العالم لما تكالب علينا الغرب والشرق في محاولة لثنينا عن هويتنا وعن كياننا. كلامك أستاذ اليوم كمان بحملكم مسؤولية كتير كبيرة، اليوم دوركم ككتاب، كاتحاد كتاب العرب في ترسيخ إن كان الذاكرة الفلسطينية القديمة أو اليوم بترسيخ أحداث طوفان الأقصى، اليوم شو دوركم؟ قدي اليوم مهم حفظ هاي الذاكرة الثقافية الوطنية والمقاومة. لا أبي حسراً، أنا كلفت من أيام كعضو مكتب تنفيذي بالتحكيم قصة أجرت إحدى الجهات، قصة عنوانها طوفان الأقصى. فوجئت بهذا الكم الهائل، يعني أكثر من 40 قصة اللي قرأتها، وكلها تفضح وتعري ممارسات العدو بالاسم. كانت المشاركات سورية فقط؟ مشاركات ربما بعضها بصورة بدائية، يعني بصورة غير مراعية تماماً للبناء الفني. صحيح. لكن فيها حرارة، فيها صدق، إبداع، فيها مشاعر، يرتقي إلى الإبداع. يرتقي تماماً إلى الإبداع نتيجة صدقيته، صدق العاطفة، نتيجة دقة وأمانة النقل ونشر صور الدمار والخراب والقتل. يعني إذا بدي عدد كم قصة قرأت وكلها بالاسم. يعني هي نقل عن غزة، عن ما يجري، كيف بيجي الصاروخ بيجتاح عائلة، بيكون بضل خارج الدائرة، طفل بيتبنوه، أسرة سرعان ما يموت هذا الراعي الجديد، يعني سلسلة من الموت. لذلك قلت في بداية الحديث إن ما جرى ويجري في غزة هو جرح مفتوح على الموت، مفتوح على الدمار والخراب، وليس هناك من طبيب. دورنا أن نناشد هذا العالم بكل شرفائه أن يسارع إلى إسعاف غزة وإلى عناية مشددة في غزة وسريعا. أستاذ، يعني اليوم اتحاد كتاب العرب عم يقوم بجلسات حوارية، جمعت أدباء من كل الفئات لتمجيد تاريخ فلسطين، خلينا هيك نحكي شوي بطريقة مختصرة عن هاي الجلسات الحوارية. جرينا أكثر من لقاء صار في مقر الاتحاد بالمزة وفي فروع الاتحاد. الدعوة يعني هي عملية استنهاض، هي عملية تظهير لما يجري. أن تتجاهل أو تغفل عن دورك في فضح هذه الممارسات جريمة. أنت عاجز، ليس بإمكانك أن تفتح جبهة حرب
على العدو كما يستحق، لكن بإمكانك الآن أن تستنهض كل قوى الأرض وتستدعيها للوقوف إلى جانب الحق. مهما امتلك هذا العدو من قوى ضاغطة وراء الصهيونية العالمية، وراء الولايات المتحدة، وراء قطاع كبير من دول وأنظمة أوروبا، بكل أسف نقول هذا الكلام، لكن مظاهرة في باريس بيطلع فيها 100,000 أو أكثر، هذه بتنبه العالم. صحيح. هذه دعم للقضية، تحرك الرأي العام، وتحرك، وهذا رأي عام محترم في بلدانه. صحيح. ونتمنى أن نظل نحن كقوى يعني مكلفة على في المشهد الثقافي وكمؤسسات وطنية أن نسعى إلى هذا، أن نعمل على هذا إن شاء الله. بدنا نشكر حضورك لليوم الكاتب رياض طبرة، عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب. شكرا لكم، وشكرا لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها. شكرا لكم الإخبارية، وشكرا لكم. شكرا لك ولكل اتحاد كتاب العرب على الجهود اللي عم تقوموا فيها، واكيد بنترحم على شهداء الشعب الفلسطيني. على واجب، شكرا لكم. اما نحن اهلا وسهلا استاذ، شرفناك.